نور نور معاكم منديل من الاول كده شويه كلام جنرال هيستولوجي عشان يدخلنا في المود. انا عندي تو مينتيش وتعرفينهم مين هما؟ ابيثيليوم و كونكتيف تيشو. فاكرين الابيثيليوم بتاع دكتور ايمن غلاب؟ ايوه هو ده. اي ابيثيليوم لازم يكون قاعد على خط لونه احمر يعني كويس بيتمنت ممبرين. خد بالك لو شفت حاليا ابيثيليوم من غير بيتمنت ممبرين ده كانسر متصاعد. طيب فاكرين انواع الابيثيليوم؟ سريع سريع كده كان عندي حاجات سيمبل وحاجات كلاسيفايد. حاجات السيمبل بتاعتي كان ليها كذا شكل منه الكلامينر كيوبويدال والفلات والايه؟ والفلات. من الكلامينر والكيوبويدال والفلات تبدا تطلع شويه اشكال ثانيه زي الطول كلامينر والشورت كلامينر زي الكيوبويدال والشورت كيوبويدال. ده في السيمبل. في الاستراتيفايد كان في نوع كمان بيستعبط كان اسمه ايه؟ لا غير السودو استراتيفايد كلامنا ده طبعا كلامنا المدور ده مش مدور قوي كل هدره وده كان بيستعبط بين الشكل الانجلر والشكل الايه؟ الراوند. وده كان من ضمن خلايا مين؟ الابيثيليوم. حد شاطر يقول لي خلايا الابيثيليوم دي مربوطه ببعض؟ مربوطه ببعض رابط قوي ولا رابط ضعيف؟ يعني لو ضربتك بالقلم افرض خلايا الابيثيليوم ليه؟ لانها مربوطه برابط قوي جدا 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 اسمه ديسبوزوم. اسمه ايه؟ حد عنده اطراف؟ خلصنا الجزء بتاع الابيثيليوم كله. حد يفكرني بالكونكتيف تيشو الكشري اللي كنا من ايه؟ بنرسمه تحت الابيثيليوم. بيتكون من ايه بقى الكشري؟ شرط حمراء. فاكرين ريبريزنتنج ايه الشرط الحمراء؟ فايبر. اشهر فايبر في الايه؟ في الكونكتيف تيشو اسمه كولاجين بال 30 نوع بتاعه. طب ونقط زرقاء ريبريزنتنج ايه النقط الزرقاء دي؟ سيلز. اشهر خليه في الكونكتيف تيشو اللي بتعمل الفايبر يبقى اسمها فايبروبلاست. وكان كل الكلام ده سايح في جيلي اسمه ماتريكس فاكرينه؟ او جراوند سابس. دايما الكونكتيف تيشو يضاف على حاجه مهمه جدا 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 اسمها ايه بقى؟ بلاد فيزل. ايه فايده البلاد فيزل؟ هو اللي بيغذي. طب حد شاطر يقول لي ارسم فين البلاد فيزل في الابيثيليا؟ مفيش بلاد فيزل. فين؟ ليه؟ عشان نفس القلم اللي انت ضربتيه. مش معقول لو ضربت حد بالسكين ينزل دم؟ فالابيثيليا ما بيتغذاش ان جواه بلاد فيزل. امال بيتغذى منين؟ ايه ده؟ الكونكتيف تيشو اللي تحته؟ يعني الابيثيليوم ما ينفعش يعيش من غير كونكتيف تيشو؟ يعني الابيثيليوم من غير كونكتيف تيشو يموت؟ يعني الابيثيليوم لازم له كونكتيف تيشو حواليه او جنبه او تحته عشان يعيش. حد عنده اضراب؟ اخر حاجه الخليه اللي خدتوها في البيولوجي اللي اسمها ستيم سيل. فاكرين الستيم سيل دي؟ كان ليها اسم في الجنرال هيستولوجي كان اسمها ايه؟ لا خلية غير معرفة ان ديفرنشيتد ميزينكايمال سيل. حد شاطر يقول لي ايه الفانكشن بتاع ان ديفرنشيتد ميزينكايمال سيل؟ اقول لو حبيت تعمل فايبر حولها لي فايبر بلاست. لو حبيت تعمل بون حولها لي اوستيو بلاست. لو حبيت تعمل كارتليج كوندرو بلاست. لو حبيت تعمل دنتين تحولها لي اودونتو بلاست. حبيت تعمل سيمنتم سمنتو بلاس. حد عنده اضطراب؟ يبقى دي خليه غير معرفه موجوده جوه الكونكتيف تيشو الفانكشن بتاعتها عواطليه. شوف انت عايز تعمل ايه وانا بحاول ايه واعمل. حد معترض؟ حد عنده مشكله لحد دلوقتي؟ لحد دلوقتي في مشكله؟ تعالوا نشوف الثري جيرم لايرز اللي انت تعرفهم. ايه هم بقى الثري جيرم لايرز؟ ثلاثه من بره يبقى وما دام من بره يبقى هو اللي هيعمل السكن والسكن المبلول اللي اسمه ميوكس ممبرين. طيب الطبقه اللي بعدها ميزودير. ميزودير ده اللي تحت الابيثيليوم صح؟ يعني هو اللي هيعمل ايه ده؟ يعني لو قلت لك الاوريجن بتاع الكونكتيف تيشو تقولي لي ولو قلت لك الاوريجن بتاع الابيثيليوم تقول لي التودير. مفهومه كده؟ الاوريجن بتاع الكونكتيف تيشو ميزودير والاوريجن بتاع الابيثيليوم
اندودرم. امال الاندودرم اندودرم ده بتاع ايه؟ الجي اي تي ماليش دعوه بيه المره دي خالص. انا اللي يهمني ايه؟ دول. ومن هنا نبدا بدري قوي at 5 to 6 weeks intrauterine life. يعني ايه intrauterine life؟ يعني الحياه جوه رحم الام. انت الحياه جوه رحم الام قد ايه؟ 9 شهور. لا ده حضرتك الكلام اللي بيتنفس راح الدكتور النساء. انما دكتور النساء نفسه لما بيتكلم بيتكلم بير ويك ويقول لك ويك انترايتراين. دكتور الامبريولوجي بتاع علم الاجنه لا يكلمك بير داي انترايتراين. لان التغيير يوم عن يوم بيفرق. توتالي انترايتراين لايف او الحياه جوه رحم الام 9 مانث بالاسبوع او باليوم زي ما انت عايز بعد كده. بدري قوي at 5 to 6 weeks intrauterine life. ده كان شكل الامبريو بتاعنا. دايما الامبريو جوه الرحم ماله؟ مقلوب. تعالوا نعدله كده ونشوفه. ده كان حجمه تقريبا اقل من نص العمله المعدنيه وده بتاع بني ادم بالمناسبه. at 5 to 6 weeks intrauterine life لما كبرنا الامبريو لقيناه شبه العلقه او شبه الدوده. بتتكون بين فور هيد ميد هيد هند هيد وتيل. ثلاثه بلجنج وتيل. الكلام ده يا عم ما يلزمنيش. انا اللي يلزمني الحته دي. مين الحته دي؟ دي اللي ان شاء الله هتبقى الاورال كافيتي. دي البريماتيف اورال كافيتي. ومن هنا سميناها اسمين. سميناها ستومو ديم اورستوباتو ديم. ولو قلت لك كومبليت نقط اذا بريماتيف اورال كافيتي تقول لي ستومو ديم اور ستوماتو ديم. ستومو ديم اورستوماتو ايه؟ ديم. بالفقاقه دي الحته دي لو حطيناها تحت الميكروسكوب نلاقيها بتتكون من ايه؟ الحته اللي دي ان شاء الله هتبقى ايه من فوق؟ انتو دي. لا لسه مش ميتينيا لسه ايه؟ انتو دير. ومن تحت ميزو دير اللي هم ان شاء الله هيبقوا من فوق ميتينيا ومن تحت كونكتيف تيشو. حد وقع مني في حاجه؟ حد معترض على حاجه؟ خير اللهم اجعله خير من نفس الامبريو. ايه الحته اللي من القفه دي؟ دي اللي ان شاء الله هتعمل ايه؟ البرين والسباينال كورد. يعني دي اللي ان شاء الله هتعمل النيرف سيستم. يعني دي اللي ان شاء الله نيورال. يعني الخلايا دي اقدر اقول عليها نيورال سيلز. طب وكونها على الكريست على قمه الامبريو اقدر اسميها ايه؟ نيورال كريست سيلز. نيورال كريست ايه؟ سيلز. بالفقاقه النيورال كريستلز دي من بره الامبريو ولا من جواه؟ ما دام من بره يبقى اكتوديرم ولا اكتوديرم؟ يبقى النيورال كريستلز اكتوديرمال ان. وزي ما البرين والسباينال كورد عندهم قدره انهم يتحكموا في جسمك برضه الخلايا دي عندها القدره انها تتحكم في بقيه الخلايا. هي اللي هتعمل كنترول على التيشو. هي اللي هتقول لك اعمل سنتر وانت اعمل كناين وانت اعملي مولر. هي اللي هتقول لك المولر ده 2 كاسب ولا 3 كاسب؟ الروت كيرفد ولا ستريت؟ كل المعلومات دي مين اللي بيتحكم فيها؟ نيورال كريست سيلز. طب جابت المعلومات دي منين؟ من الدي ان ايه اللي متخزن جواها. حد عنده اطراف لحد دلوقتي كلها؟ النيورال كريست سيلز دي تعمل مايجريشن وتنزل. تقعد جوه الميزوديرم ولا الاكتوديرم؟ جوه الميزوديرم عشان الاقطاب المتشابهه تتنافر والاقطاب المختلفه. يبقى اوتوماتيك الخلايا الاكتوديرمال ان اوريجن قعدت جوه. قعدت جوه مين؟ فما انا قعدت جوه الميزوديرم ما اقدرش اسميه ميزوديرم. انا مضطر اسميه من ده على ده. اكتو على ميزو. يبقى مضطر اسميه اكتو عشان شويه خلايا الاكتوديرم ميزينكايمال تيشو اور سيلز. بس التيشو ده اصله ميزوديرم ولا اكتوديرم؟ اصله ايه؟ اصله ميزوديرم. ده دول شويه خلايا اكتوديرم عليه. انما التيشو اصله ايه؟ حد عنده اطراف؟ at 5 to 6 weeks intrauterine life الامبريو الحلو ده اللي هيطلع شكله جميل ده كان شكله في الحقيقه. ده كان الفور هيد
والمدهد يبقى الشق اللي في النص ده اللي هيبقى ان شاء الله البريماتيف اورال كافيتي او اختوموديا وستوماتو ديا. اتفقنا هو بيتغطى بايه وايه؟ ها؟ التوديرمو تحته؟ غلط. دلوقتي بقى اسمه ايه؟ اكتوميزينكايمال تيشو. اكتوميزينكايمال ايه؟ خير اللهم اجعله خير. لو انا بتكلم من الفرونتال فيو under influence of neural crystals الابيثيليوم اللي من فوق الابتوديرم اللي من فوق ينزل ويعمل لي ستاره اللي هتبقى ستاره الاسنان. ستاره باللاتين يبقى لامينا. بتاعه الخلايا بسميها ايه؟ دنتا لامينا. يبقى هنزل من الابيثيليوم ستاره اللي هتعمل لي ان شاء الله الايه؟ السنان. بالعقل كده بالفكاره انا عندي كام ستاره؟ غلط. نقول كمان لو قلت لك ان ده الفرونتال فيو انا ابقى محتاج كام ستاره؟ هما اتنين مفيش غيرهم، واحده لللور جو وواحده عكسها لل. انما الستاره دي بقى كل ستاره هتطلع كام سنه؟ 10. يبقى انا في الاخر عندي كام ستاره؟ واحده بالجو توتال اتنين، واحده في المندبل واحده في ال. باكسيلا لو هطلع سنانه اطلعها ناحيه اللب ولا ناحيه اللسان؟ ليبيال ولا لينجوال؟ فروم ذا ليبيال سيرفيس يبدا يطلع لي كام برعم؟ 10 بادز ريبريزنت جالسن ال 10 ديسيديوس تي. ال 10 ديسيديوس ايه؟ يبقى فروم ذا ليبيال سيرفيس يبدا يطلع لي 10 ديسيديوس تي. 10 ديسيديوس بادز 10 براعم للسنان اللي ان شاء الله هيعملوا سنان. حتى عنده اكرام لحد دلوقتي كله. انا اسف انا مش هعرف ادرس المنظر بالطريقه دي. المنظر الفرونتال هيبقى صعب عليا. انا عايز ادرس المنظر الجانبي. يبقى الستاره اللي انا شايفها دي لو شفتها بالجنب الاقيها شبه ايه؟ شبه الشريط ولا مش شبه الشريط؟ شبه الايه؟ الشريط. يبقى انا مش هدرس المنظر ليبيال، مش هدرسه فرونتال فيو، انا هدرسه ايه؟ بروكسيمال فيو. فاللي باينه الستاره دي بالبروكسيمال فيو تبان ان هي على شكل ايه؟ على شكل شريط. على شكل شريط. حد عنده اضراب؟ قول لي. الشريط ده زي ما اتفقنا ليه ناحيه ليبيال وناحيه لينجوال. فروم ذا ليبيال سيرفيس يبدا يطلع لي كام برعم؟ 10 بطس 10 براعم. الستاره تبقى حامل في سنه، وما دام حامل في بطس شكل البطس يحول لي المرحله من دنتا اللامينا ليه؟ بطس ستيج. من دنتا اللامينا ليه؟ مين اللي رسم شكل المرحله؟ الاكتوديرم ولا الميزوديرم؟ الابيثيليوم ولا الكونكتيف تيشو؟ يبقى مين اللي بيرسم الشكل؟ مين اللي بيعمل الشكل؟ مين اللي بيحدد شكل التور؟ مين اللي بيحدد شكل الروت بعد كده؟ الابيثيليوم. يبقى في المرحله دي فروم ذا ليبيال سيرفيس طلع لي 10 بادز ريبريزنتنج ال 10 ديسيديوس ايه؟ ال 10 ديسيديوس. تعالوا ايه؟ ندرس البادز على بعضها عشان نعرف هي بتتكون من ايه. قالك بسم الله الرحمن الرحيم لما مسكت البط لقيتها كالاتي. اللي من فوق دي اسمها اورال ابيثيليوم او اكتوديرم صح، واللي من تحت ده اسمه ايه؟ انتو ميزينكايمال تيشو. الستاره دي ابيثيليوم ولا كونكتيف تيشو؟ الستاره دي اسمها ايه؟ دنتال لامينا. ودي ابيثيليوم الاوريجن. الكلمة دي محتاجينها. من الليبيال سيرفيس بتاعها طلع البرعم البط حتة الابيثيليوم اللي عاملة الشكل دي. قال لك دي إن شاء الله هتعمل الإنامل. لما تيجي تسميها عضو الإنامل أو إنامل أورجن. بالفكرة كده الإنامل أورجن هتدي إيه؟ إنامل. ودي ابيثيليوم ولا كونكتيف تيشو؟ دي اكتوديرم ولا ميزوديرم؟ يبقى لما يجي لك سؤال في الكويز يقول لك انامل از نوت ان اوريجن، تقول له انامل از نوت ان اوريجن. ابيثيليوم ولا كونكتيف تيشو؟ اكتوديرم ولا ميزوديرم؟ اكتوديرم الاوريجن.
الحته بتاعت الانامل اورجن، الحته الوحيده الابيثيليوم اسمها انامل اورجن، وهتعمل انامل تحت الانامل اورجن في الكونكتيف تيشو في الاكتوميزينكايمال تيشو، يحصل تجمع لخلايا الاكتوميزينكايمال تيشو اللي هي بقى في الكتاب كوندنسيشن اوف اكتوميزينكايمال تيشو، تجمع للاكتوميزينكايمال تيشو سميته دنتال بابيلا، ومن اسمها دي وبي هتدي دنتين وبلب. دنتين وبلب يبقى نفس تكملة السؤال، لو قلت لك بلب از نقط الاوريجن تقولي لي اكتوديرم ولا ميزوديرم؟ ابيثيليوم ولا كونكتيف تيشو؟ ابيثيليوم ولا كونكتيف تيشو؟ كونكتيف تيشو. طب لو قلت لك دنتين از نقط الاوريجن تقول لي ميزوديرم الاوريجن او كونكتيف تيشو ان اوريجن؟ حد عنده اطراف؟ انا كده عملت انامل ودنتين وبلناه شويه حاجات. قال لك برضه كوندنسيشن اوف اكتوميزينكايمال تيشو، بس المره دي الفايبرز اكتر من السيلز، تعمل لي كيس حوالين الاثنين. اخر حته ثانيه بس، عشان ليه الدنتين ميزوديرم مش عشان جاي من كوندنسيشن اوف اكتوميزينكايمال تيشو اللي الاوريجن بتاعها ايه؟ ميزوديرم او كونكتيف تيشو. مش قلنا الميزوديرم هيدي كونكتيف تيشو والاكتوديرم هيدي ابيثيليوم؟ يعني مش عليه اكتوميزينكايمال تيشو ده التحور بتاعه، هو ميزوديرم بس في ثلاث اربع خلايا نيورال سيلز فله. حد عنده اعتراض؟ كيس حوالين الاثنين. الكيس ده انا شفته فين قبل كده؟ قال لك شفته في الاناتومي لما كنا بنقول ان انا عندي كبسول حوالين السليفري جلاند او حوالين الماسلز في فاشيا او اي اورجان تلاقيه متغطي بكونكتيف تيشو، كيس من الكونكتيف تيشو ده برضو كيس بتاع السنان اسميه دنتال ساك. الكيس بتاع السنان ده يدي تلات حاجات اللي باقيين من السنه، يبقوا ايه؟ سيمنتم بيريدونتال ليجامنت والبلر بون بروبر. مش مهم يعني ايه كلمة قبل البون بروبر دلوقتي. يبقى نكمل بقية الكومبليت. ولو قلت لك سيمنتا من نقط الاوريجن تقولي لي كونكتيف تيشو ولا ابيثيليوم؟ كونكتيف تيشو. لو قلت لك بريدونتال ليجامنت از ميزوديرمال ولا اكتوديرمال الاوريجن؟ اسهلها عليكم، اول تيز مالها؟ ميزوديرمال الاوريجن، كونكتيف تيشو الاوريجن. معانا ما عدا الانامل، ما عدا الانامل. حد عنده اطراف؟ انت انامل اورجن زائد الدنتال بابيلا زائد الدنتال ساك، واحد زائد اثنين زائد ثلاثه، انامل دنتين وبال سمنتم وبون بريدونتال ليجامنت، يعني عملنا السته سنه بمجتمعاتها. ما تيجي نسميها توز جيرم، تعالى نسميها ايه؟ توز جيرم. حد عنده اطراف؟ لحد دلوقتي كله في مشكلة؟ بدأنا بمراحل تكوين السنة at 5 to 6 weeks intrauterine life under influence of neural crest cells. الاكتوديرم اللي من فوق نزل عمل لي ستارت بتاع دنتال، من الليبيا سيرفس بتاع الدنتال لامين عمل لي 10 بز ريبريزنتنج 10 ديسيديوس تيز. لما مسكتها تحت الميكروسكوب لقيناها بتتكون الابيثيليوم من انامل اورجن هيعمل لي انامل، ودنت البابيلا كوندنسيشن اوف اكتوميزينكايمال تيشو بس سيلز اكتر من الفايبر، هتعمل لي دنتين وي بل، وكوندنسيشن اوف اكتوميزينكايمال تيشو بس المره دي فايبرز اكتر من سيلز اسمه دنتال، هيعمل لي ايه؟ سيمنتم البلر بون بروفر وبريدونتال ايه؟ ليجم. لحد دلوقتي في مشكله؟ عرفنا مكونات المرحله اللي يساوي تو جيرم، يبقى اي مرحله بعد كده انا محتاج اتكلم فيها على كام حاجه؟ اربع حاجات. مين هم يا حميد؟ الستاره اللي اسمها دنتال لامينا والانامل والدنتال والدنتال ساعه والدنتال بابيلا والدنتال ايه؟ كان حد عنده اعتراض؟ تعالوا نسيب الموضوع ده شويه ونفتكر اللي احنا خدناه في الثانويه العامه، تجربه شهيره اسمها التجربه الاسموزيه، واللي كان اي جي وامريكان هيفتكرها باسم الاوسموزس. يعني ايه الاوسموزس؟
فيها شوية ملح أو سكر ونروح مشوار ونرجع نلاقي الحتة دي اتملت إيه؟ إيه ده هي المية اتحركت؟ هي الأسمورس معناها movement of fluid من low concentration لي high concentration من low concentration لي طب الخلايا اللي قاعدة قدامك دي خلايا شكلها إيه؟ والهيدرا إبيثيليوم مربوطة ببعض برابط قوي اسمه ديسمولوم برابط قوي اسمه إيه؟ الخلايا دي بتفرش سكر بتفرش إيه؟ بس السكر بالعلم اسمه ميوكوبولي ساكرايد بتفرزها فين؟ فين؟ قال لك بتفرزها في النص بتوين السيلز بتوين في اللاتين يبقى انترسيلولار يبقى بتفرزها فين؟ انترسيلولار سبيس السكر في الانترسيلولار سبيس يشفط ميه لما يشفط ميه يضغط على الخلايا اللي مربوطه ببعض بايه؟ الكروموسوم افراش تاني ميوكوبولي ساكرايد في الانترسيلولار سبيس اتشفط ميه يضغط على خلايا ايه؟ اكتر افرز اكتر يضغط على الخلايا اكتر بس الخلايا مربوطه ببعض بيه ايه ده حول لي الخلايا اللي كان شكلها بولي هيدرال لشبكه من الخلايا على شكل نجوم هي شبكه باللاتين اسمها ايه؟ ريتيكلم مقمره اندوبلازميك ريتيكلم ونجوم باللاتين يعني ايه؟ وعشان كده الطبقه دي اسميها ايه؟ ستار شيب سيل او باللاتين تبقى ستيلات ريتيكلم زي نقول كمان بولي هيدرال سيل ابيثيليوم مربوطه ببعض بحاجه اسمها بتفرز سكر اسمه ميوكوبولي ساكرايد بتحطه في انهي حته؟ في الانترسيلولار سبيسز يعمل ايه بالتشو؟ يشفط ميه يضغط على الخلايا حولها لطبقه اسمها ستيلات ريتيكلم اور ستار شيب سيل ستار شيب ايه؟ سيب دول وتعالى نتفرج على فورمه الساحل ايه فورمه الساحل؟ كنا بنروح الجيم طول الايه؟ الصيف نلعب باي وتراي وحركات بس نسينا نلعب ايه؟ حاجه للرجل بقى المنظر من فوق ازاي؟ من تحت ازاي؟ من فوق اسد ومن تحت كتكوت ايه يا عم؟ قال لك يا باشا حتت كبرت اكتر من حتت ايه؟ حتت كبرت اكتر من ايه ده يعني حصل ديفرنت في الجروث يعني حصل اختلاف في النمو يعني حصل ديفرنشال جروث يعني ايه بقى ديفرنشال جروث؟ يعني حتت كبرت اكتر من حتت يعني التيشو خد اوردر انت اكبر اكتر من ده وانت تزيد اكتر من ده مين اللي هيدي اوردر؟ مين اللي بيدي اوردر؟ نيورال كريستلز under influence of neural crystals تحت تأثير وتحفيز النيورال كريستلز حصل differential growth حتت كبرت اكتر من حتت حولت لي شكل البد from bud to cap shape tissue كاب شيب تيشو او الكاسكيتا ليها سيرفس من بره شكله ايه؟ كومبكس وناحيه الشعر بيبقى ماله؟ ده هو نفس الكاب بس ليه من ناحيه اوتر من بره اسمها كومبكس ومن جوه اسمها ايه؟ كونكيف حد عنده اطراف؟ ده نفس المنظر اللي اتحول ليه الانامل اورجن وما دام الشكل اتغير يبقى اسم المرحله كمان تتغير من دنتال لامينا لبادي ستيج وده بقيت شبه الكاب يبقى مين؟ كاب ايه؟ كاب ستيج. حد شاطر يقول لي لو هتكلم عن الكاب اتكلم على كام حاجة؟ أربعة، مين هم الأربعة؟ مين؟ دنتال لامينا، إنامل أورجان، دنتال بابيلا ودنتال ايه؟ حد عنده أطراف؟ تعال نسيب ده كله ونفتكر مدخل الشروق ومدخل مدينتي. حد راح مدينتي؟ ايه الفرق بين مدخل الشروق ومدخل مدينتي؟ غير النافوره. افكركم الاثنين كانوا على اي طريق؟ طريق اهالي طريق السويد. مدخل الشروق
كنت تلاقي مدخل واسع كده عريض بياخد ايه ست سبع عربيات وعلى طول الاقي الشروق. حد عنده كراب؟ ايه يعني؟ امال مدينتي كان مدخلها عامل ازاي؟ قال لك لا مدينتي كنت تلاقي من طريق السويس طريق طويل وفي الاخر تلاقي ايه؟ مدينتي. حد عنده كراب؟ لو قلت لك وصف لي الكونكشن اللي بتوين الشروق وطريق السويس، الطريق اللي واصل بينهم ده قصير ولا طويل؟ قصير. عريض ولا رفيع؟ برود. طب لو قلت لك وصف لي المدخل بتاع مدينتي ماله؟ قال لك لا ده طويل لونج. رفيع ولا خين؟ نارو. رفيع. ايه يا عم الموضوع؟ قال لك وانا بتكلم على المرحلة اللي اسمها كاب ستيج لقيت ان الكونكشن اللي بتوين الدنتال لامينا والانامل اورجان الكونكشن ده مدينتي ولا شروط؟ يعني لو حبيت اوصفه اقول لونج ونارو ولا شورت وبرود؟ ده ماله؟ شورت وبرود. يبقى اول حاجه اتكلمت عليها في الكاب ستيج هي مين؟ الدنتال لامينا، وقلنا ان الكونكشن بتوين الدنتال لامينا والانامل اورجان شورت وبرود ولا لونج ونارو؟ شورت وبرود. طب تعالى خش في اللي بعد كده، اللي بعد كده كان اسمه ايه؟ انامل اورجان الاول، انا لسه قلت الانامل اورجان. قال لك الانامل اورجان بقى شبه الايه؟ الكاسكتة، شبه الكاب، من بره من الاوتر كونفكس اوتر بتاع الانامل بيتكون من ابيثيليوم. طب ما تيجي نسميه اوتر انامل ابيثيليوم. طب واللي من جوه ده اسميه ايه؟ انر انامل ابيثيليوم. انت كده سميه، قول لي المكان اوتر انامل ابيثيليوم على الاوتر كونفكس سيرفس والانر انامل ابيثيليوم على الانر كونكيف سيرفس. اديك انت قلت الاسم قلت المكان، اخر حاجه بقى اوصفها لي بالهيستولوجي. قال لك الاوتر انامل ابيثيليوم بيتكون من سنجل لاير اوف كيوبويدال سيل. سنجل لاير اوف ايه يا اخويا؟ كيوبويدال سيل. ماشي. طب والانر اللي من جوه؟ قال لك سنجل لاير بس المره دي فروم كولامينر سيلز، الخلايا الطويله اللي احنا قلناها في الاول دي. امال اللي في الدوس اللي قبل كده كان شكلها ايه في الدوس؟ خلايا بوليهيدرا وبتفرز ميوكوبولي ساكرايت في الانتر سيلولار سبيس تشرب ميه اتحولت لايه؟ لستار شيب سيلز اسمها ستيليت ريتيكولم. ستار شيب سيلز اسمها ايه؟ ستيليت ريتيكولم. مفهومة؟ نقول كمان احنا بنتكلم على ثالث مرحلة اللي اسمها كام؟ ستيج. واتفقنا ان احنا هنشرح في اي مرحلة اربع حاجات، باي ديفرنشال جروث شكل البط اتحولت لشكل الكاب، امسكها دنتال لامينا الكونكشن اللي بين دنتال لامينا والانامل اورجان شكله ايه؟ شورت وبرود، الشروق مش مدينتي. وبعد كده الانامل اورجان بيتكون من كام طبقه؟ اوتر انامل ابيثيليوم على الاوتر كونفكس وانر انامل ابيثيليوم على الانر كونكيف. الاوتر انامل ابيثيليوم شكله ايه بقى؟ سنجل لير اوف كيوبويدال سيل، والانر سنجل لير اوف، واللي في النص اللي جنبه الهيتسا بيبص ليه؟ ميه تحول لستار شيب سيل سميتها اللي حد عنده اضطراب؟ قول لك. تمام؟ خلصت الانامل اورجن، خش على اللي بعد كده اللي اسمه ايه؟ دنتال بابيلا. يلا حد شاطر يقول لي الدنتال بابيلا بتتكون ايه؟ كوندنسيشن اوف اكتوميزنكايمال تيشو كونكتيف تيشو شرط حمراء ونقط زرقاء وبلاد فيزل وخير اللهم اجعله خير. الاقي بين الدنتال ايه؟ بابيلا والانامي الاوريجن
لير ممنوع الخلايا تخشه، خالي من الخلايا. هو انا لو قلت لك ما فيهاش كحول اقول عليها الكحول فري، ولو قلت لك ما فيهاش خلايا اقول عليها سيل فري زون. اقول عليها ايه؟ سيل فري. سيل فري زون ايه يا عم الموضوع؟ قال لك حد شاف ماتش الاهلي والزمالك؟ اه في مصر مش في الامارات. ماتش الاهلي والزمالك؟ جمهور الاهلي العظيم وجمهور حد هنا زملكاوي؟ الله يرحمك. حد تاني؟ المهم الشلال ده بجيب ماتش الاهلي والزمالك، جمهور الاهلي والزمالك، جمهور الاهلي العظيم، جمهور الزمالك اللي قاعد يعني جمهور الزمالك، وبيقعدوا جنب بعض المحترمين صح؟ لا طبعا. ثم لو قعدوا جنب بعض يحصل ايه؟ كالعاده جمهور الاهلي يضرب جمهور. عشان كده دايما امنيا بيحطوا مدرج في النص فيه لون احمر فيه لون ابيض، لا مدرج خالي من الجماهير صح الكلام؟ عشان ما يضربوش بعض. بس هو خالي خالي ولا في ناس لابسه اسود بتوع الايه؟ عارفينهم دول احنا حضر ماتشات في الثلاجه عادي. المهم يبقى السيل فري زون دي فاضيه فاضيه ولا فيها شويه حاجات؟ فيها شويه حاجات. ايه هي؟ قال لك حاجات بس للاسف مش بتتصبغ بالاحمر والازرق. هي صبغه الاحمر والازرق دي اسمها ايه؟ هيماتوكسين ان؟ لا قال لك بتتصبغ بصبغه ثانيه خدناها مع دكتور ايمن غلاب. عليك؟ اسمها ايه؟ اسمها سيلفر ستين. اسمها ايه؟ سيلفر ستين. سيلفر باللاتيني معناها ارجيل. يبقى لو قلت لك انا بحب الفضه باللاتيني اقول ارجيرو فيليك، امال لو بكره يبقى فوبيك. فيليك وفوبيك دي خدناها في اللاتيني. لو قلت لك بحب صبغه الفضه يبقى ارجيرو فيليك فايبر، ودي ما بتبانش عشان ما تتصبغش بدي. يبقى السيل في زون الاقي فيها فايبر اسمها ارجيرو فيليك فايبر. دي حاجه. الحاجه الثانيه فاكرين خليه الكونكتيف تيشو؟ لما تبقى خليه ستار شيب كده وليها دراعات، فاكرين الدراعات دي اسمها ايه؟ سيل بروسيسز. اسمها سيل ايه؟ بروسيس. قال لك البروسيس بتاع الخليه ممكن يخش السيل فري زون، انما الخليه ممنوع. الخليه ايه؟ يبقى لو قلت لك في الامتحان سيل فري زون كونتين نقط زي النقط تقولي لي ارجير وفيلك فايبرز، يعني فايبرز بتحب فضة صبغة الفضة. وتاني حاجة السيل بروسيس. السيل ايه؟ حد عنده اطراف نقول كمان بتكلم على كام ستيج، اتكلمت على الدنتا اللامينا مدخل الشروط، اتكلمت على الانامي الاورجن، اتكلمت على الدنتا البابيلا، وبين الدنتا البابيلا والانامي الاورجن طبقة اسمها سيل فري زون. اخر حاجة ما اتكلمتش عليها ايه؟ دنتا ساب كوندنسيشن اوف اكتوميزيكال تيشو. بس المرة دي الفايبر ده اكتر من السيل حوالين الانامي الاورجن والدنتا البابيلا. حد عنده اطراف؟ لحد دلوقتي الحكايه مفهومه؟ فله خارج نطاق الحكايه بره سير الاحداث ملهاش علاقه بالموضوع تحت الميكروسكوب شويه دكاتره شافوا حاجات غريبه قوي تظهر في المغز. منها مثلا ان خلايا الانر انامي الابيثيليوم دي اتجمعت في نص الانام الاورجن وعملت لي عقده من خلايا الانام. عقده من خلايا الانام اسميها ايه دي؟ انا اسميها عقده الانام. الانام نط طالع منها بين الانر والاوتر حبل من تو لاير اوف بوليهيدرا او فلاكسز. كتب وكتب مش مهم. الحبل ده سميه ايه؟ انامل كور. مالهم؟ مالكش دعوه. طب رايحين فين؟ كبر مال دلوقتي. طب الثيرس بتاعتهم ايه؟ اشطبها دلوقتي. كل اللي مطلوب منك
انك تعرف ان ممكن اشوف تحت الميكروسكوب كوندنسيشن اوف انر انامل ايبيثيليوم اسمه انامل نوت خارج منه حبل للاوتر اسمه انامل كور اكتر بشوفه في انهي ستيج بس مش عارف انك تكتب الثلاث اعمال دول ده خارج نطاق الاحداث خارج نطاق الحكايه حد عنده اضطراب لحد دي الوقت دي مشكله ادي المنظر على بعضه اورال ايبيثيليوم نازل منها ستاره اسمها ديكتال لامينا طالع من الليبيال سيرفيس بتاعتها كونكشن وصف وشروع ولا مدينتي شورت وبرود للانامل اورجان اللي بقى بيتكون من اوتر انامل ايبيثيليوم سنجل لاير اوف كيوبولد انر انامل ايبيثيليوم سنجل لاير اوف وفي النص خلايا ستار شيب سميتها وعرفت حكايتها جايه منين تحتها كوندنسيشن اوف اكتوميزيكال فرق بينهم من الانامل اورجان طبقه اسمها سيلفريزون وحواليهم كيس اسمه خير اللهم اجعله خير تعالوا ناخد الحته دي ونكبرها تعالوا ناخد الحته دي ونكبرها نقول كمان الخليه الكولامينر دي كانت عالي طبقه هنا الانامل ايبيثيليوم قاعد على بيزمنت وفي حته فاضيه اسمها وادي الكونكتيف تيشو بتاع مين؟ بتاع الدكتور بابيلا حد عنده اضطراب فل اندر انفلونس اوف نيورال كريستال الخليه الكولامينر دي تبدا تتحول من كولامينر لخليه طويله شويه بقت طول كولامينر ايه المشكله؟ عادي لا هي طولت على حساب مين؟ عادي بقت ان كونتاكت مع مين؟ لا هنا مستوب جمهور الاهلي كتر خد المدرج الفاضي ملاه بقى ان كونتاكت مع جمهور الايه؟ جمهور الاهلي هيعمل ايه؟ نقول كمان اخر الكام ستيج كان عندي طبقه خليه من الخلايا اسمها سيلفريزون اول ما خرجت من الستيج دي اندر انفلوس اوف نيورال كريستالز الخليه الكولامينر تحولت بقت طول كولامينر طولت على حساب مين؟ السيلفريزون بقت ان كونتاكت مع الدنتال بابيلا ضربتها لطتها عملت لها تحفيز عملت لها اندكشن وحولت الخليه العواطيه اسمها ايه؟ الاندفرنشيتد ميزينكايمال سيل لخليه اسمها اودونتوبلاست في عمليه يقال لها الاندكشن وهنا يظهر سؤال الساينتفك تيرم ويقول لك process in which بيحصل differentiation of odontoblast تقول لي induction تقول لي induction نقول كمان under influx of neural crystals من كولامينر لطول كولامينر on the expense of cell free بقيت in contact مع الدنتال حولت ال undifferentiated mesenchymal cells الخلية اسمها odonto حتى عنده اضراب كل العملية دي اسمها ايه؟ تعالوا نشوف شوية مشاهدات جوه الاندكشن الفترة اللي بتاعت الباور هاوس دي اسمها ايه؟انامل اورجان فاكرين الانامل اورجان كان في الكام ستيج بيتكون من كام طبقة؟ مين هما؟ اوتر سنجل لاير اوف كيوبويدال انر سنجل لاير اوف وبينهم طبقة اسمها استراتا من سليت ريتيكلا ستار شيب سيلز حد عنده اضطراب؟ تعال نشوف الاول شفت شكل سنه يعني انر انامل ايبيثيليوم خدت شكل الايه؟ السنه ادي معلومه على جنب عشان محتاج يلا الاوتر انامل بقى لو كيوبويدال المرحله اللي بعد كده تحول يبقى ايه؟ فلات اور سكوير خلوا المعلومه دي على جنب عشان انا محتاجها لسه جاي حد عنده اضطراب؟ ربنا خلق الدنيا على كام جزء ليه ربنا خلق الدنيا على ست ايام مع انه كان يقدر يقول لها كن فيكون ست ايام
سبع ايام ست ايام وسبع ليالي واتف. ها ليه؟ ايه الحكمه؟ لان الحياه مراحل. الحياه ايه؟ محدش بيتغير من وحش لحلو في يوم وليله. محدش بيتغير من ما بيذاكرش اللي بيذاكر في يوم وليله. من بيسقط اللي بينجح وبيجيب ايه في يوم وليله. الحياه مالها مراحل. واهم حاجه في موضوع ان الحياه مراحل البلح. حد يحب ياكل بلح؟ فاكرينها البلح الحلوه دي الحمراء والصفراء والايه؟ بتاع طب لو سبت البلح شويه بيجرالها ايه؟ بتسود. بتسود كلها مره واحده ولا مراحل؟ مراحل. يعني ايه؟ قال لك الاول الكبد بتاعتها ايه؟ تسود. لو رحت وجيت تلاقي الحته كبرت لحد ما البلح كلها يجرالها ايه؟ تسود. يبقى الحياه ايه؟ مراحل. زي البلح بالظبط التوت ديفلوبمنت. يبقى لو قلت لك ان انا هتحول من ستيج لستيج بتحول مره واحده ولا مراحل؟ اول حته بتتود في البلحه مين؟ التب. واول حته بتغير مرحلتها في السنه التب، او بالعلم بقى الكاست تب والانسايدال ايدج. يبقى لو رسمت خط وهمي، لو رسمت خط ايه؟ وهمي، اني اللي يخش الماتيوريشن الاول؟ الحته اللي فوق ولا الحته اللي تحت؟ الكاست تب والانسايدال ايدج ولا السيرفايكال؟ الكاست تب والانسايدال ايدج. يبقى لو الحته اللي فوق دي الاوتر انامل ابيثيليوم كانت لو كيوبويدال او شورت كيوبويدال، تحت الخط تبقى لسه في المرحله اللي قد كده يبقى شكلها ايه؟ كيوبويدال زي ما هي. يبقى لو فوق الخط شورت كيوبويدال، تحت الخط مين؟ لسه البلحه حمراء، لسه كيوبويدال زي ما هي. طب لو اتاخرت شويه وقطعت الشريحه الخط ده ينزل ايه؟ لتحت شويه. اتاخرت شويه الخط ينزل لتحت شويه، كان التغيير بدا من الانسايزال ايدج الكاست تب ونزل ايه؟ ونزل لتحت. حد عنده اعتراض؟ يبقى تاني بنتكلم في البالي ستيج. اتكلمنا على اول حاجه في الانامل اورجان اوتر انامل ابيثيليوم انها اتحولت من كيوبويدال ليه؟ لو كيوبويدال. طب الانر انامل ابيثيليوم كان شكلها ايه؟ كانت شكلها ايه؟ كولامنر. Under influence of neural crystal الكولامنر اتحولت بقت طول كولامنر. بأمارة ما حصل تشينج في الكولاريتي، النيوكليوس والميتوكوندريا راحوا فوق بروكسيمال والجورجي والسنتريول نزلوا الكلام ده لو انا فوق الخط ده، ولو انا تحت الخط يا كبير انا لسه في المرحله اللي قبل كده، يبقى انا لسه ايه؟ لسه كلها من العادي، والنيوكليس بتاعتي في النص عادي. تاني بنتكلم على المرحله الجديده اللي اسمها بين ستيج، ودي اول مرحلة اشوف فيها شكل سنة، يتحدد لي فيها شكل سنة. مين اللي بيحدد شكل سنة؟ اوتر ولا انر؟ انر انامل ابيثيليوم. انر انامل ايه؟ ابيثيليوم. حلو. اتكلمنا فيها على اربع حاجات. اول حاجة الدنتال لامينا اتحولت من شورت وبرود لي لونج ونارو، وبقى عندي اتنين دنتال لامينا، واحدة اسمها مين دنتال لامينا، واللي شايلها الانامل اورجن اسمها لاترال دنتال لامينا. مسكنا الانامل اورجن اوتر انامل ابيثيليوم اللي كان كيوبويدال اتحول بقى شورت كيوبويدال اور لو كيوبويدال. انر انامل ابيثيليوم اللي كانت كولامينر طولت وبقت طول كولامينر على حساب السيل في زون، وحصل تشينج في النيوكليوس والميتوكوندريا راحوا بروكسيمال والجولجي والسنتريول نزلوا لسه. نايس. ايه الطبقه ما قلناهاش في من الكاب؟ الطبقه اللي هي اللي كانت ستارشيب دي كانت اسمها ايه؟ سليتري ديكلا.
افراد البيوكوبوليساكرايد شفط ميه، الخلايا بعدت عن بعض اكتر. ايه الطبقه الهبله؟ ايه الطبقه اللي كل وظيفتها انها تشفط ميه وتبعد عن بعض؟ خلوه على جنب عشان نفهم. المهم في هذه المرحله تظهر طبقه جديده، طبقه محشوره بين طبقتين. هي طبقه باللاتيني كانت اسمها ايه؟ ستراتا. في النص بين طبقتين يبقى انترميديوم. طبقه جديده اسمها ستراتا انترميديوم، 2 اور 3 فلات ثين لاير، قاعده لاصقه فوق الانر انامل ابيثيليوم. لما بتتاكد انزايم قاعدة البشاميل، حد الملابية المكرونة بشاميل؟ عوضنا على الله. حد من البنات بيعمل كيكة؟ جيلي؟ بتعملوه ازاي؟ كيكة؟ قالك أي أكلة، أي أكلة حلوة. كنا بنعمل إيه؟ بنعملها الأول في صورة ليكويد، نصبها في الصينية وندخلها الفرن ايه؟ تنشا. ندخلها الفرن ايه؟ بالفكاكة كده. طب الحاجات الهارد في الجسم هي ايه؟ التيشوز الهارد في جسمنا؟ لا ثانية واحدة، في واحد مهم بتاع جنرال الكولوجي اسمه بور. ثم في السنة ثلاثة مين هم؟ انامل ودنتين وسمنت. بيتعملوا بقى ازاي يا حلوين؟ بيتعمل جيلي وبعد كده دخلوا الفرن ينشف. ماتريكس وبعد كده دخلوا الفرن ينشف. يعني ماتريكس وبعد كده احط فيه الحاجه اللي بتنشف الجسم. بتنشف الجسم ده بنحط فيه بقى ايه؟ كالسيوم، في عمليه تسمى الكالسيفيكيشن، او لو قلنا مينرال يبقى في عمليه تسمى مينراليزيشن. مين اللي مسؤول؟ مين الانزيم اللي مسؤول عن المينراليزيشن او كالسيفيكيشن؟ الكالاين فوسفاتيز انزيم. الكالاين فوسفاتيز ايه؟ انزيم. يبقى لو قلت لك سؤال في الكويز، ستراتم انترميديم كونتين بروديوس الكالاين فوسفاتيز ايه؟ انزيم. Which is responsible for mineralization or calcification. يبقى ايه؟ لو قلت لك فانكشن في ستراتم انترميديم تقول لي بروديوس الكالاين فوسفاتيز انزيم. مين اللي بينتج الكالاين فوسفاتيز انزيم؟ ستراتم انترميديم بتظهر في انهي مرحله؟ في الفيلستيج. في الايه؟ في الفيلستيج. حد عنده اعتراض؟ كل اتكلمنا عن الانامل اورجان انر واوتر وستيلات القدام وزودنا عليهم ستراتم انتر. تعالى نخش في مين بعد كده؟ الدنتال بابيلا. احنا اتكلمنا على الدنتال لامينا والانامل اورجنايز. مين؟ دنتال بابيلا. كو عارفها دي كوندنسيشن اوف اكتو من انكايمال تيشو خيلز اكتر من فايبر دو بلاد فيزل. لا خد بالك لما الخليه دي اتحولت لطول كولابنا عملت اندكشن للاندفرانشيتد من انكايمال خيلز، حولت لي الاندفرانشيتد من انكايمال سيل لخليه جديده اسمها ايه بقى؟ اودونتو بلاك. خليه جديده اسمها ايه؟ اودونتو بلاك. يبقى لو سؤالتك سؤال الاودونتو بلاك ظهرت في انهي مرحله؟ البلستيج. ليه؟ الاودونتو بلاك دي ناوي تعمل ايه؟ عملت، يبقى انا لسه في الايرلي بلستيج. اول ما تعمل بنتين تدخلني المرحله اللي بعديها اللي اسمها ليت بنتين. نقول كمان احنا كل ده بنتكلم عن البين ستيج، ان حصل ديفرنشيشن لخليه اسمها اودونتو بلس. لو لسه ما عملتش بنتين يبقى انا لسه ايرلي بين ستيج. تعالوا بقى نعيد سؤالين مهمين. لو قلت لك الاودونتو بلس ديفرنشيشن بيحصل في اي مرحله؟ ايرلي بين ستيج. استراتم انترميديم بتظهر في انهي مرحله؟ ايرلي بين ستيج. ودي اسئله مش بنتكلم عليها في الهواء. حد عنده اعتراض؟ قبل ما اسيب
سيراتم الترميدم بروديوس الكالاين فوسفاتيز انزيم اللي مسؤول على المينراليزيشن او الكالسيفيكيشن. ها الكلام ده اللي فوق الخط. طب واللي تحت الخط انا لسه عندي سيل فري زون لسه ما حصلليش انتكشن. في حاجه ناقصه في الدلتا البابيلا؟ اه في حاجه ناقصه ان الخط بتاع البيزمنت ممبرين ده جراله ايه؟ تفهم وبقى اسمه ممبرانا فري فورماليفا. ممبرانا فري خلصت الدلتا البابيلا. اخر حاجه هنتكلم عليها الدنتال ساك كوندنسيشن اوف اكتومز ان كرايمال تيشو فايبرز اكتر من سن ومش عارف ليه زادت فيها البلاد فيزل شويه. زادت فيها مين؟ البلاد فيزل شويه. حد عنده اضرار؟ لحد دلوقتي في مشكله؟ حد عارف ادم الشراوي؟ ادم الشراوي حد هنا في الشرقيه؟ امال ايه؟ طيب المهم عشان ما نخشش في الموضوع انا الشرقاوي ده كان شخصيه خياليه روبن هود مصري يعني. المهم كان عنده مشكله كده في المواد بتاعه ان صاحبه غدر بيه. نبقى نتكلم عن الموضوع ده في اللابات والاغنيه في اللابات والتفصيل. المهم ينتهي الموضوع بمثل شهير يقول لك اتغدى بيه قبل ما يتعشى بيه. هنغدى بيه ايه؟ قبل ما يتعشى بيه. حد شاطر يفكر له هو الابيثيليوم بيتغذى منين؟ منين؟ من الكونكتيف تيشو اللي حواليه. يعني لو قلت لك الانام الاورجان ده ابيثيليوم ولا كونكتيف تيشو؟ فين البلاد فيزل؟ فين البلاد فيزل اللي جوه الابيثيليوم؟ مفيش بلاد فيزل جوه؟ يومها بيتغذى منين؟ كونكتيف تيشو اللي جنبيه. لو قلت لك الكونكتيف تيشو اللي تحت تقول لي دنتال فبلا، ولو قلت لك الكونكتيف تيشو اللي من بره يبقى دنتال. حد عنده اضطراب؟ طب ايه رايك بقى؟ ان الدنتال بابيلا القصيره دي عملت خلايا اسمها اودونتو هتعمل ايه؟ نعم؟ يعني الاودونتو بلاست دي هتعمل طبقه اسمها ايه؟ ودنتين نهارد ولا صوت؟ نعم؟ هارد والله اي حاجه تلقى خلاص. طب ولما الدنتين ده يبقى هارد البلاد بيزل اللي هنا هيوصل كارتيل الابيثيليوم؟ ايه ده؟ يعني الدنتال بابيلا ناويه تغدر بالانام الاورجن؟ ناويه تقطع عنه التغذيه؟ ناويه تعمل لاير اوف دنتين يوقف التغذيه؟ طب الانام الاورجن يدور ولا يتصرف؟ يتصرف، يدور على مصدر تاني فيه بلاد بيزل ينقل منه التغذيه. مين غير الدنتال بابيلا كونكتيف تيشو في بلاد بيزل؟ الدنتال ايه؟ يبقى كل التغيرات اللي هتحصل دلوقتي هتحصل عشان تشينج السورس اوف نيوتريشن من البلاد بيدل اللي في الدنتال بابيلا للبلاد بيدل اللي في الدنتال ايه؟ اللي في الدنتال ساك. هو البلاد بيدل اللي في الدنتال ساك ده هيودي الاكل بعمليه اسمها ديفيوجن. هيوديها الاول خلايا اسمها ايه؟ اوتر انامل ابيثيليوم. تعالوا نمسك الحته دي ونشوفها. تعالوا نمسك الحته دي ايه ونشوف. ادي يا عم البلاد فيزل اهو. ادي الايه؟ البلاد فيزل. وادي الخليه بتاعه الايه؟ الاوتر انامل ابيثيليوم اللي كانت سنجل لير اوف. لا مش كيوبويدر، كانت لو كيوبويدر سيل. طب قول لي يا شاطر انهي اسهل في نقل التغذيه؟ لو كنت لو كيوبويدر ولا لو كنت فلات؟ فلات. طب انا عايز ازود المساحه شويه، وانا لو عندي خط وحبيت ازود المساحه بتاعته اخليه ستريت ولا احوله لفولد؟ انا خلاص يبقى كمان الخط ده عشان يزود المساحه حوله يبقى فولد. حوله يبقى ايه؟ مش بس كده، انا عايز ازود الخط بتاع الايه؟ الخليه نفسه. هو
والسيل ممبرين لما احب ازود السيرفس اريا بتاعته وتبقى طلعت له صوابع اسمها مايكرو بالله مايكرو ايه؟ انا سعيد هو نقل الايه النيوتريشن محتاج طاقه قوي كده؟ محتاج طاقه وما دام محتاج طاقه يبقى كمان هيزود الايه اللي بيدي الطاقه مايكرو كوندري نقول كمان فور تشينجز حصلت في الاوتر انامل ايبيثيليوم ديو تو تشينج سورس اوف نيوتريشن فروم ذا دنتال بابيلا تو دنتال ساك اول حاجه الخليه اللي كانت لوك لامينر بقت فلات السيرفس بقى فولدت الخليه بقى طلع لها مايكرو فيلاي واتملت باي تو نقول كمان outer enamel epithelium due to formation of first layer of dentin حول المرحلة from early to late birth stage outer enamel epithelium هتبقى responsible of nutrition transport of nutrition from the dental sac to enamel organ يحصل فيها كم تغيير؟ أربعة السيرفس تبقى فولدد والخليه تبقى فلات ويطلع لها مايكرو فيلاي وتتملي باي تو اقول كمان الخليه تبقى فلات والسيرفس يبقى والسيرفس بتاعها يتحول يبقى مليان مايكرو فيلاي وتتملي باي تو حد عنده اطراب كله تعالوا بقى نشوف المنظر اللي على كبير اللي تشينج اللي هيحصل باي ديفرنشال جروث from early to late middle stage ادي المنظر اللاترال دنتال لامينا اللي كانت شورت وبرود بقت لونج ونارو جرى لها ايه؟ اتقطعت وسابت لي بقايا من خلايا الابيثيليوم بقايا من خلايا الابيثيليوم اسميها ابيثيليوم ريستس اوف عمه اللي اكتشفها اسمه سيرس سماها ابيثيليوم ريستس اوف سيرس او سيرس بيرد تاني after formation of first layer of dentin لهذه المرحلة from early to late middle stage هنتكلم على كم حاجة؟ أربعة dental lamina اللاترال dental lamina جرالها إيه؟ اتقطعت وسابت لي بقايا اسمها epithelial rests of serum ومن هنا هيجي لك سؤال في الكويز يقول لي remnants of lateral dental lamina كون epithelial rests of epithelial rests of serum is the remnants of lateral dental lamina lateral dental ده مش بس كده ده المين dental lamina بقت حامل حامل في ايه؟ ده طلع لي بط جديده بتاعت ايه دي؟ بتاعت البيرمننت تول بتاعت البيرمننت ايه؟ واللي كان مع دكتوره ريهام كان سميها البيرمننت سكسيسور لما كنا بنقول ايه؟ سابق ولاحق، لاحق يبقى سكسيسور وعشان كده ممكن اسمي المين دنتال لامينا اسم جديد اسميها سكسيشنال دنتال لامينا، سكسيشنال دنتال ايه؟ بيبقى اول حاجه بنتكلم عليها الدنتال لامينا اللاترال دنتال لامينا اتقطعت وسابت لي بقايا من خلايا الابيثيليوم اسمها ابيثيليوم ريسس اوف سير والمين دنتال لامينا طلعت البط بتاعت البرنم سكسيسور وبقى اسمها سكسيشنال دنتال لامينا سكسيشنال دنتال انامل اورجن يلا يا حلوين يا شطار حد فكرني الاوتر لاين الابيثيليوم ده بقول له جرى له ايه؟ السيرفس بقى فولدت والخليه بقت فلت وطلعت مايكرو بالله واتملت باي تو حلو الكلام طيب ايه التاني اللي حصل؟ قال لك الانر انامل ابيثيليا ماله يا عم الانر انامل ابيثيليا هو الانر انامل ابيثيليا ناوي يعمل ايه؟ ناوي يعمل انامل ايه ده؟ يعني هو كمان محتاج يتحول اسمه من انر انامل ابيثيليوم للخليه اللي بتعمل انامل او اللي اسمها امينو بلس او اللي اسمها ايه؟ ومن هنا يجي السؤال ويقول لك
differentiation of odontoblast بيحصل في أي مرحلة. Early ability. While the front differentiation of aminoblast بيحصل في أي مرحلة. Late ability. إيه يا عم اللي حصل؟ قال لك فكرني أن odontoblast حصل إزاي؟ بعملية اسمها induction. يعني إيه induction؟ inner enamel epithelium. تولد حولت الاندفرنشيتد من الانكايمال سيلز ايه؟ لودونتو لودونتو بلاس دي ناوي تعمل ايه؟ اول ما تعمل دنتين تعمل تحفيز معاكس ريسيبروكال اندكشن وتحول الخليه الانر انامل ايبيثيليا لخليه اسمها ايه؟ اميلو بلاس. نسال سؤال تاني ديفرنشيشن اوف لودونتو بلاس بيحصل في اي ستيج؟ ايرلي. While differentiation of aminoblast بيحصل في أي stage؟ Induction بيحصل في أي stage؟ Early. While reciprocal induction بيحصل في أي stage؟ أقول كمان؟ أقول كمان؟ reciprocal induction تحفيز معاكس. Reciprocal induction. الإينر إنامي إبيثيليوم بيتحول اسمها إيه بس مو؟ اميلو بلاست. عشان تبدا تحط ايه؟ هنا تبدا تحط ها؟ ايه؟ خليها على جنب دلوقتي عشان محدش يفلت منك. تبدا الاميلو بلاست تحط ايه؟ هنا مين اللي بيكون الاول؟ الدنتين يكون الاول وبعد كده مين يكون؟ الانامل. حد عنده اطراف؟ دنتين وانامل دنتين وانامل لحد ما خلص الايه؟ الكراون. لحد ما خلص الكراون. تعالوا قبل ما ننسى نلم المنظر ده على بعضه. نلم المنظر على ايه؟ على بعض وتعالوا نشوف المنظر الثري دايمنشن لعملية التو ديفلوبمنت. اتفقنا ان التو ديفلوبمنت بيبدا فين؟ مش قوي كده مش قوي كده افتح العدس بدري قوي at 5 to 6 weeks intrauterine life لما كان الشكل شبه العرق او شبه الدوده اللي منور باخضر ده هي ستاره من الستارتين اللي اسمها دنتال لامينا ودي اللي موجوده في اللور ايه؟ جو. From the labial surface of the dental lamina تعالوا نشوف ايه اللي بيحصل. انا دلوقتي قاعد في الكونكتيف تيشو قاعد في الاكتو من الكايمال تيشو بتفرج على الدنتال لامينا اللي بتطلع لي 10 بض 10 ايه؟ 10 بض. واتفقنا باي ديفرنشال جروث حتت تكبر اكتر من حتت شكل البض ده يبدا يتحول لشكل الايه؟ لشكل الكعب. حتى عنده اطراف؟ تعالوا نتفرج على التيشوز اللي احنا هنتكلم عليها بعد الدنتال لامينا اللي عامل الشكل الابيثيليا اللي هيعمل لي الانامل اسمه انامل اورجان تحته كوندنسيشن اوف اكتوميزينكايمال تيشو اللي اسمه دنتال بابيلا اللي هيعمل ايه ان شاء الله؟ دنتين وايه؟ وبض. حواليهم كيس اسمه دنتال ساك او دنتال فوليكل اللي هيعمل لي سيمنتم البلاك بون بروبر وبريدونتال ليجامنت. لما نرجع لاحظ ان الثلاثه يساووا على بعض الخدود جر. لما نرجع لاحظوا الكونكشن بتاع مدينه الشروق اللي كان ماله شورت وي بروت اللي تحول للونج وي نارو وشكل الكعب تحول لدرجه الكنيسه او شكل البل شكل الايه؟ البل. تعالوا نقطع جوه البل ونشوف في مرحله الايرلي بل ستيج الاول بين الاينر والاوتر اسمها ستيست الليت ريتيكلم. الانر انامل ايبيثيليوم فوقيها طبقه اسمها ستراتم اللي مليانه الكلاين فوسفاتيز
انزايم التقاء الانر بالاوتر الحته اللي ان شاء الله تبقى سيرفايكال لاين اسمها سيرفايكال لوب لوب سيرفايكال ايه لوب حلو حلو ارجع بقى وشوف باي مور ديفرنشال كروس الكونكشن بتاع الليترال دلتا لامنا جراوي هيقطع ويسيب لي بقايا من خلايا الابيثيليوم اسمها ابيثيليوم ريسس اوف سيرا ولان البلحه بتسود من اولها من اول الانسايد الايتش والكات بتبدا طول كلامنا يعمل اندكشن لخلايا اسمها اودونتو بلس عشان تبدا تحط دنتين في عمليه اسمها اندكشن باي ريسيبروكال اندكشن الانر يعمل الابيثيليوم يبقى اسمها انيلو بلس وتبدا تحط دنتين وانامل دنتين وانامل ستارتنج من الكاسب تيب والانسايدال ايدج لحد ما اخلص كل الايه كل الكراون لحد ما اخلص كل الكراون خلصنا الكراون العمليه 3 دايمنشن على بعضها اتفهمت حد عنده اعتراض هو انا لما اخلص الكراون بخلص الكراون واوديه فين اوديه فين يطلع لفوق او ان السنه تعمل قبل ما السنه تعمل ايربشن وافرح بشكل العيل تعالوا نتكلم شويه على الفانكشن بتاع كل ايه بتاع كل لير او اللي هيجي في الامتحان بعد الشرح اللي شرحناه تعالى ناخد الموضوع من بعيد لقريب الانامل اورجان الفانكشن بتاعتها ايه انها تعمل ايه انامل الدنتال بابيلا الدنتال ساك ادلر بون سيبنتم وبريدونتال ليجامنت حد عنده اعتراض تعالوا نخش في شويه تفاصيل الانامل اورجان الاوتر انامل ابيثيليوم ايه الفانكشن بتاعتها هي اللي بتعدي النيوتريشن مش في مرحله الليبل ستيج اتحولت بقت فلاج مايكروفلاي وميتوكوندريا عشان تاخد نيوتريشن من الدنتال ساك يبقى مين اللي بينقل مش اللي بيغذي مين اللي بينقل النيوتريشن للانامي اورجان الاوتر انامي ابيثيليوم وخصوصا في الليبل ستيج وخصوصا في الليبل ستيج ستيلات ريتيكولم هي كانت بتعمل ايه في الاربع مراحل اللي فاتت ما وراش حاجة غير ان هي تفرز بولي سكرايت يشفط مية المية تتجمع انت سيلولر الخلايا تبقى احمر السؤال ليه؟ بالراحة هي السنة دي بتتكون فين؟ فين؟ في البون بتتكون فين؟ في البون يرضيكوا السنة وهي بتكبر تكبر في البون ما تعرفش تكبر عشان كده ربنا خلق لنا ستيلات ريتيكولم انها تجمع مية فوق السنة تحفظ بيها مسافة ريزيرف سبيس كيب روم عشان لما يبدأ الانامل يتكون اقول لها شكرا اسحب المية والسنة تكبر ايه براحتها يبقى مين المين فانكشن اوف ستيلات ريتيكولم كيب سبيس او كيب روم او بريزيرف روم فور ذا جروينج انامل او فور ذا جروينج كراون في شويه بقى حاجات ثانيه ان هي اللي بتخزن النيوتريشن هي الايه هي اللي لو انا خبطتك بالبوريه والسنه بتتكون تحمي السنه يبقى اد كشر يبقى انا عندي كام فانكشن الستيلات ريتيكولم المين فانكشن كيب روم او كيب سبيس تاني واحدة بتخزن ستورج اوف نيوتريشن تالت واحدة بتمنع الميكانيكال فورس انها تطور شكل الكراون ستراتم انترميديوم مليانة انزيم شوية الكلايم فوسفاتيز انزيم اللي مسؤول عن المينراليزيشن ينفع الانر انامل ابيثيليوم تعمل انامل من غير مينراليزيشن ينفع الاميلو بلاست تعمل انامل من غير ستراتم ما ينفعش ما ينفعش انر انامل ابيثيليوم وده سؤال في الامتحان الفاينل من اول اهو بقول لك المدير دكتوره هاله بتعشق السؤال ده فانكشن اوف انر انامل ابيثيليوم
هو مين اللي رسم شكل السنه بعمارة ما كان مكتوب لك ان الانر انامل ابيثيليوم رصت نفسها الرينج اتسلف في شكل الكراون في شكل الايه؟ او شكل الدنتين وينامل جنب. مين اللي عمل اندكشن للدنتال بابيلا؟ الانر انامل ابيثيليوم. مين اللي تحول لامينو بلاست وعمل انامل؟ انر انامل ابيثيليوم. اكتر عليك شويه، هي اللي هتشتغل في تكوين الروت، هي اللي بعد كده هتحافظ على الانامل وتعمل ريديوس انامل الجيليوم. كمان خليه على جنب شويه. يبقى دول الاثنين فانكشن اللي انت عرفتهم دلوقتي والباقي هتعرفه بعد الانفورميشن. طيب انر واوتر والستليت وستراتم، خلصنا الانامل اورجن، خلصنا الدلتا البابيلا، خلصنا الدلتا الفات. تعالوا نخش بعد ما خلصنا الكراون في مرحلة اسمها روتين. بابا متعجبش في الاخر لما نقولهم كلهم على بعض بعد ما خلص الريك الروت فورميشن هتفهموا. طب بالراحة تاني، ادي الكراون جوه العظم وانا بعمل روت لازم السنة يكرهها ايه؟ تطلع لفوق. يبقى وانا بعمل الروت بعمله هنا ايبيكال دايركشن ولا كرونال دايركشن؟ والا ما يبقاش فيه لازمه الروت يحكم الجو من تحت والسنه ما تطلعش. يبقى اول معلومه عرفتها ان انا وانا بعمل الروت لازم اعمله الى كرونال دايركشن. الى ايه؟ كرونال دايركشن. تعالوا نشوف في اخر الليت بيل ستيج ايه اللي انا وصلت له. قال لك بالراحة، آدي السنة بتاعتي اللي كانت بتتكون من إنامل، وتحت الإنامل في إيه؟ دنتين. حد عنده اعتراض؟ كابتن، هي هو مين اللي عمل الإنامل؟ الإنامل إيه؟ أورجن، فاكرين اللي كان بيتكون من إيه؟ إنر وأوتر وستليت و ثلاثة. هو بعد ما عمل الانامل انت عايز حاجة؟ المصلحة خلصت؟ المصلحة خلصت. الانامل الاورجن ده بقى مستهلك ملوش لازمة. هيلزق على سطح السنة ويبقى انامل مستهلك، انامل اورجن مستهلك، خلايا ابيثيليوم مستهلكة. مصلحتها خلصت. سميتها مستهلك ريديوس انامل ابيثيليا. سميتها ايه؟ يبقى ايه هي ريديوس انامل ابيثيليا؟ ده الانامل اورجن بعد ما عمل ايه؟ بعد ما خلص الانامل، بعد ما استهلكناه، بعد ما المصلحه خلصت، اسمه ايه؟ ريديوس انامل. طب فاكر التقاء الانر بالاوتر كان اسمه ايه؟ سيرفايكال ايه؟ لوب. وده كان بيتكون من ايه وايه؟ انر و اوتر. انر واوتر. حد عنده اطراف؟ طب وتحت الدنتين التيشو ده كان اسمه ايه؟ دنتال ايه؟ دنتال بابيلا اللي هيعمل لي الدنتين والبلط. بقى عماره اول لير قصاد الدنتين خلايا اسمها مين؟ اودونتو بلاس. اودونتو بلاس كابتن، هي اودونتو بلاس خرجت في انهي مرحله؟ حصلت بعمليه اسمها ايه اللي حصل؟ الانر انامل ابيثيليوم لمست الدنتال بابيلا، حولت الاندفرايت اندفرايتيف من الكامل خلت ليه؟ معروفه دي؟ فيها مشكله؟ حد عنده اطراف؟ نايس كده الرسم ما تنساهوش. ده اللي حواليها ده كويس. خد تشرب بيكتور زي كامل تشرب في الحته دي اللي اسمها ايه؟ دنتال. هي دي كونكت فيش ولا كتير. ايه ده يعني برضه فيها خلايا عند فرانشيتد؟ فيها خلايا عند حد عنده اطراف؟ فلة؟ حد شاطر يقول لي هي الدينا بنعمل انتينيوم تقدر تعمل انامل من غير الكوارث في الفاتيك ديزاين؟ تقدر تعمل انامل من غير اشتراك في الانترميديوم؟ من غير الاستورج بتاع النيتريشن اللي خلينا نستلكت تكلم؟ ما تقدرش. عارف عامل زي ايه؟
دايما في كل شله واحد بيبدا الخناقه معروف تلاقيه ولعها وخبته بالخنقه. لو ولعها وراه رجاله يعملوا ايه؟ يعملوا ايه؟ طب لو ولعها وما لقاش وراه رجاله خدوا دي على جنب عشان انا فله. لحد دلوقتي في مشكله؟ طوعي. ادي اخر المنظر بتاع مين؟ الليل بالستيج. واتفقنا ان الكراون اتعمل عشان يحصل ايربشن، يبقى الكراون الروت فورميشن بيتحرك الى كرونال دايركشن ولا هيبيكال دايركشن؟ كرونال دايركشن. فله. تعالوا نسيب الموضوع ده ونفتكر واحنا جايين على الطريق كيف يتم صناعه العمود المثلث. عمود مثلث بتعمل ازاي؟ مين؟ حديد اخمن طلب صح الكلام؟ وايه؟ خشب. انت مجنون يا ابني؟ هو في عمود بيبقى فيه خشب؟ بالراحه. هو الخشب من مكونات العمود. امال الخشب بيعمل ايه؟ شكل العمود. مولدين لشكل العمود. مولدين للي انا هحط فيه الماتيريال بتاعت العمود هيبقى عمود. يبقى الخشب وظيفته ايه؟ مولدين. وكذلك الابيتيليوم في الروت فورميشن. هو الروت يا كابتن بيتكون من ايه؟ الروت بيتكون من ايه؟ دنتين وعليه بنطلون من بره اسمه سيمنتم ومربوط في حبال اسمها دنتين سيمنتم بريدوت الليجمنت. انا ما جبتش سيره خالص ابيثيليوم. امال ايه انت بتقول لي؟ ان الروت فورميشن بيبدا من الابيثيليوم اللي اسمه سيرفايكال لوب. قال لك الابيثيليوم ما بيشتركش في صناعه الروت انما هو اللي بيعمل مولدنج بشكل الايه؟ مولدنج بشكل الروت. امتى الروت فورميشن يبدا؟ بعد ما الكراون يكمل. غلط. مش مضبوطه قوي. بالراحه. هو الكراون ده بيتكون من طبقتين اسمهم ايه؟ انامل وي. اول ما الانامل ودنتين يوصلوا للنقطة دي. إيه النقطة دي؟ ثانية واحدة ثانية واحدة ثانية واحدة. أدي السنة بتاعتي أهي. أدي يا سيدي الخط اللي بين الإنامل والإيه؟ والسمنتك اللي بين الإنتشر كان اسمه سيرفايكال رايز. كان بالهيستولوجي اسمه إيه؟ سيمنتو إنامل جانكشن. غلط. أنت شفت سيمنتم؟ لا. يبقى تقول لي ايه؟ لما يوصل الانامل والدنتين للفيوتشر ومن غير كلمه فيوتشر دي بقى غلط. سيمنت وانامل جوز. للفيوتشر ايه؟ سيمنت وانامل جوز. اقول كمان اول معلومتين عرفتهم عن الروت فورميشن ان الابيثيليوم ما بيشتركش بشكل في تكوين الايه؟ الروت انما هو اللي بيعمل المولدنج بشكل ايه؟ وان الروت فورميشن بيبدا لما الانامل والدنتين يوصل لل فيوتشر سيمنتو انامل جانكشن. فيوتشر سيمنتو انامل ايه؟ مين حته الابيثيليوم اللي حته؟ سيرفايكال لوب اللي هي التقاء مين بمين؟ انر باوتر انامل كولامينر بي كيوبويدر. هي دي اللي حلت. حد عنده اعتراض؟ كابتن امال ايه الحته دي؟ لا 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 بالراحه عليا. هي دنتا البابيلا ولا انا عايز احولها لبل؟ عايز احولها لايه؟ لبل. احولها لبل ليه يا عم؟ قال لك يا ست قلت لي ان الدنتا البابيلا بتدي ايه وايه؟ دنتين وايه؟ بل. دنتين وايه؟ طب وعشان احولها لبل مش لازم احوط على البل؟ اقفل على البطن. طب اقفل بايه؟ اقفل بايه؟ قال لك شايف اللي بيثير سيرفايكال لوب ده؟
قالك يكبر ويعمل لي قميص الرول. نعم يا اخويا. ايوه قميص الرول بتاع ابو هيرتون. قميص الرول بتاع ايه؟ هيرتون، او اللي بالعلم اسمه ابيثيليال رول. شي اوف عمو مين؟ هيرتون. واللي احنا بندلعه عليه قرش. ابيثيليال روشي اوف هيرتون. اللي بيكون ايه بقى الابيثيليال روشي اوف هيرتون ده؟ انا ولابلا وايه؟ واوتر كيوبويدر. لا اوتر كيوبويدر ده في الفيزي ده من الابيثيليال. انا في الحته بتاعت السبايكال لوب. حد عنده اقتراح؟ طب كابتن هو انت وانت عامل كده حوطت على البطن؟ ولا لازم تحوط عليه كده؟ لازم ايه؟ تقفل عليه، تحوط عليه، تحول حته الابيثيليال روت شيك اوف هيرتون دي من فيرتيكال لايه؟ لهوريزونتال. وساعتها يبقى انت فعلا حجزت على البلد. حجزت حاجز. هو انا لما اقول الحاجز اللي بين التشيست والابدومن اسمه ايه؟ دايفراج. طب الابيثيليوم اللي محجز بين البلب والبريزونتال ليجامي اسميه ايه؟ ابيثيليال دايفراج. نقول تمام. روت فورميشن ستار لما الانامي والدلتين يريتش فيوتشر. واللي بين فيوتشر تايم اصلا تاخدها صفر. فيوتشر ايه؟ سيمنت وينامي جانج. بدا من السيرفايكال لوب كبر وعمل لي حته من القرش ابيثيليال روت شيز اوف هيرتون. التالت هوريزونتال عشان تقفل لي على البلب وبقى اسمها ابيثيليال. يبقى مين اللي قفل على البلب؟ ابيثيليال دفاج. مين اللي عمل برايمري كلوجر للابيكال فورامين؟ ابيثيليال دفاج. ودي هارد ولا روك؟ خوف. ده لسه فيش. ده سلم. ابيثيليال ايه؟ دايفراج. حد عنده اعتراض؟ طيب لو انا هعمل الروت بقى هعمله لفوق ولا لتحت؟ مين؟ لفوق؟ ده انا الحته بتاع الابيثيليال دايفراجم دي تفضل ثابته والكراون يطلع لفوق يعمل ايربشن. يبقى الروت بيكبر ان ابيكال دايركشن ولا كورونال دايركشن؟ ان كورونال دايركشن. يبقى لو مسكت الحته بتاعت الابيثيليال دايفراجم دي وكبرتها وعملنا ايه؟ كبرناها، هتبقى ثابته ولا مش ثابته؟ امال مين اللي بيطلع لفوق؟ الكراون اللي بيطلع لفوق. ادي يا سيدي الكراون بتاعي طلع لفوق وعمل لي حته من الابيثيليال روت شيز اوف هيرتون والفيرتيكال والحته الهوريزونتال اللي اسمها ايه؟ اللي اسمها ابيثيليال دايفراج. عادي ايه المشكله يعني؟ قال لك والله عادي. هو ايه التيشو اللي هنا ده؟ مين؟ ايوه الضرب ده اللي كان قصده دنتال بابيلا. دنتال ايه؟ بابيلا. حد عنده اعتراض؟ دنتال ايه؟ طب ما عادي ايه المشكله يعني؟ قال لك ازاي؟ الخلايا بتاعت الكولامنر دي مش هتبقى ان تاتش مع الدنتال بابيلا؟ هي الانر انامي الابيثيليوم لو لمست الدنتال بابيلا تعمل لها ايه؟ لسه وتحول الاندفرنشيت من الانكايمال سيلز لخلايا اسمها اودونتو. يعني انت عايز تقول لي ان الهيرتويك عملت اندكشن جمهور الاهلي ضرب جمهور الزمالك في الحته دي. الواد بتاع الخناقات عمل اندكشن لخليه اسمها اودونتو بلس. اودونتو بلس دي هتعمل ايه؟ دنتين بتاع الكراون ولا دنتين بتاع الروت؟ لا المره دي الدنتين بتاع مين؟ الروت. وقول كمان اول حاجه بعد الكراون
انامل ودنتين وصل للفيوتشر سيمنت وانامل جنكشن. السيرفايكال لوب كبرت وعملت حته اسمها الفيليا لوجيز فين؟ هيرتويك. التالت هوريزونتال وبقى اسمها الفيليا عملت برايمري كلوجر للابيكال. الكراون طلع لفوق وبقى عندي حته فيرتيكال من الفيليا لوجيز اوف هيرتويك. عمل اندكشن للخلايا بتاعت الدنتال فبينا اتحولت لمدونتو. حط الدنتين بتاع الكراون ولا بتاع الروت؟ بتاع الروت. الانر انامل الدنيا بتعمل وصلها ايه؟ عميله بلاست وتحط؟ لا لا حاجة. الكلام ده لما كانوا رجاله وواقفين وقفه رجاله. الكلام ده لما الانر كان وراها استراتا مليانه الكرايم في فريد انزايم تليت مليانه نيوتريشن متخزن او ضرب تنقلها من بره. هم هنا رجاله واقفين وقت رجاله يبقى لما يخشوا الخناقه هيبقى ايه؟ هيتعبوا بلغه الابيثيليوم والهيستولوجي يحصل دي جنريشن للابيثيليوم روتشيز اوف هيرتوك. هو الابيثيليوم روتشيز اوف هيرتوك هو الابيثيليوم لما يحصل جنريشن بيختفي ولا بيسيب بقايا؟ بقايا من خلايا الابيثيليوم اكتشفها عمه ملاسيه سماها ابيثيليال ريستس اوف ملاسيه. ومن هنا ياتي سؤال الكويز اللي بيقول لك ريمينانس اوف لاتسر دنتال لامينا كول ابيثيليال ريستس اوف سيرس وايل ريمينانس اوف ابيثيليال شيز كول شيز كول كول ابيثيليال ريستس اوف ملاسيه. Epithelial restless of serous is the remnant of lateral dental lamina. While epithelial restless of malassez is the remnant of epithelial root sheath of hurtful. أو اللي بندلها ونقول عليها إرش. اللي بتقول عليها إيه؟ نقول كمان طيب لما قطعتها الدنتين بقى ظاهر للطبقة اللي من بره. الطبقة اللي من بره دي اسمها ايه؟ الدنتال ساك. الدنتال ساك فيها خلايا عن تفرنشيش تخش تتحول لخلية اسمها سيمنتو بلس عشان تبدأ تعمل سيمنتو وتخش خلية تانية اسمها فايبرو بلس عشان تبدأ تحط الفايبرز بتاعت مين؟ بتاعت البريلودر. نقول كمان after crown completed after الدنتين والإنامل reach future cement وإنامل junction يبدأ يحصل الروت formation بين الإبيثيليا الروت شيزو فيرت وتديني هورزونتال وتعمل لي إبيثيليا إيه؟ ده فاج وبعد كده نقعد أكبر كرونال ولا إبيكال؟ كرونال حتة تطلع لفوق من الإينر والأوتر اسمها إبيثيليا الروت شيزو أوف تعمل اندكشن للاندفرنشيتد من الكامل سيلز انها تتحول لودونتو عشان تحط الدنتين بتاع الروت. تعمل قطع انامل ولا تتقطع؟ تتقطع وتحصل ديجنريشن وتظل بقايا اسمها ابيثيليال ريسس اوف. تخش خلايا الدنتال ساك عشان تعمل لي سيمنتو بلاست تحط سيمنتو وفايبر بلاست تحط الفايبر بتاع الهوريزونتال كلها. لحد دلوقتي حد عنده راس؟ تعالوا نشوف البندر على بعضه عشان ما يتساووش. ادي المنظر على بعضه. ادي الكراون لما وصل الفيوتشر سيمنت وانامل جنكشن. الكراون حصل له ايربشن وطلع حته فيرتيكال من الابيثيليا روت شيز اوف عملت اندكشن للاودونتو بلاست حطت اتقطعت الهيرت والجوزابيس بقايا اسمها ابيثيليا ريسس اوف دخلت خلايا سيمنتو بلاست تحط فايبر بلاست تحط فريدونتال ايه؟ كابتن عملت الحته دي خدها واعمل ايربشن واطلع لفوق. امال الابيثيليا الدايفراجم دايما وظهرت حته جديده
تعمل اندكشن يعمل بنزين يتقطع ويخش السمنت وبص تعمل تكسبها وتطلع لفوق تكسبها وتطلع ايه ولنا هنا وقفة كابتن كفاية الرد ده 21 متر مين اللي بص يا بابا عادة الاكسرة بتنتهي بحاجة من الاثنين تتقسموا ورا بعض لحد ما تمشوا ويفضل معايا واحد غلبان يكسب ويقعد معايا لحد الساعة 8 بالليل أو حد فينا يقع من الطول وعادة مش أنا المهم امتى الموضوع بيخلص ولا هو هتفضل ماشيه كده قال لك لا مين اللي بيعمل كنترول النيورال كريست هي اللي تقول لك بس ده الروت ده 21 مللي ده الروت ده كون شيب والروت ده ايبيكالي رايح دكه ده الروت ده رفيع والروت ده طويل طب بعد ما خلص كل الروت والسنه تحصل لها ايربشن مش المفروض ان انا بقى اقفل الايبيكال فورامين هو الايبيكال فورامين كان معقول قبل كده بايه بالايبيثيليا ايه ده فرانج بعماره ما كان عامل برايمري كلوجر للايبيكال ايه لا متشكرين انا خلصت خلاص الميثيليال ده فراجم ده نفسه يعمل اندكشن لودونته تحط يتقطع وتخش السمنت وبلاصه تحط دنتين وسمنتم دنتين وسمنتم عند الابيكال فورامين كانه عمل لي سكندري كلوجر اوف ابيكال فورامين يبقى لما يجي لك السؤال مين اللي عمل مين اللي عمل برايمري كلوجر للابيكال فورامين؟ وده كان سوفت ولا هارد؟ ومين اللي عمل سكندري كلوجر للابيكال فورامين؟ الدنتين والسمنت وده سوفت ولا هارد؟ نقول كمان افتر ذا هول روت فورميشن الابيثيليال دايفراجم نفسه يعمل اندكشن للودونتو بلاست تحط دنتين يتقطع وتخش السمنت بلاست تحط سمنتك وتعمل لي secondary closure of the apical secondary closure of the apical ايه؟ حد عنده اطراد؟ كل انا كده عملت كام روت؟ كام روت؟ single rooted teeth بس ولا كل السنان single rooted ولا في حاجات multi rooted teeth؟ فيها حاجات multi rooted teeth الرغي ده معناه فاهم؟ يا جماعه تاني دي اكس ما فيهاش اتندنس يعني كل الحلوين اللي سابوني وقفوا دلوقتي ما عنديش مشكله معاهم اطلاقا وقت ما تبقى عايز تمشي امشي كل اللي فيها امشي بدون اتفقنا؟ انت يا غلبان فاكر ان ده المنظر الحقيقي لتكوين السنه؟ لا يا بابا المنظر اللي انت شفته ده القطع ده التو دايمنشن ده السلايد انما انت نسيت ان في منظر ايه؟ 3 دايمنشن منظر 3 انا بقى مش عايز ابص على السنه من الوش كده ده انا هاجي من تحت وابص ايه؟ عليها هبص على الابيكال فورامين من تحت لما ابص على الابيكال فورامين من تحت الاقي ان الابيثيليال ديافراج اللي انا شفته شريط من هنا وشريط من هنا عامل حوالين الابيكال فورامين لافف داير ما يدور لافف داير ما يدور يبقى عشان يعمل كلوجر للبلب كلوجر للابيكال فورامين الابيثيليال ديافراج كان لافف ايه؟ داير ما يدور طب تعالوا بقى نلغي الرسمه دي ونرسم المنظر التو دايمنشن وهنبص من تحت ادي السنه ادي السنه الانتيريور اهي وادي السيرفايكال لاين
من تحت لقيت ان انا عندي ابيثيليال دايفراج ماله داير ما يدور، يبقى عشان اعمل روت لازم يكون عندي ابيثيليال دايفراج ماله داير ما يدور. حد عنده فترات بس هي كل السينات روت واحد ولا فيها حاجات مالتي روت كتير؟ يعني فيها حاجات روت واحد وحاجات تو روت وحاجات ثري روت. التو روت زي مين؟ أبر فور وكل اللور. تعال نشوف منظره. ادي يا عم نفس المنظر اهو، أبر فور ابو تو كاس سيرفايكال لاين، وادي الجزء الانديفايدد وبصيت له من تحت لقيت الابيثيليال دايفراجم ماله داير ما يدور. حد عنده اضطراب؟ ليه؟ كابتن معلش في المرحلة دي ما ينفعش صوت واحد، أنا عايز كروف. كابتن أنا عايز كروف. قال خلاص من هنا تعالوا نشتغل شغل عيال. هي العيال لما تحب تجيب بعض في الحضانة بتعملوا إيه؟ بيطلعوا إيه؟ هي دي. قال لك الإبيثيليال دايفراجم يطلع لسانه، يطلع تانج لايك بروجكشن. تانج لايك ايه؟ بروجكشن. ده يطلع لسانه وده يطلع لسانه وده يطلع لسانه لحد ما يلحمه. ايه ده؟ ده لما لحموا ببعض بقى عندي كام ابيثيليال دايفراجم داير ما يدور؟ اتنين. كل واحد يكمل نقول كمان فورميشن اوف مالتي روتد فيز. بدا زي السنجل روتد بالظبط. ابيثيليال دايفراجم اندكشن دنتين يتقطع سمنت وفاص سمنت لحد الجزء الاندفايدد من الروت اللي اسمه روت ترانك اللي اسمه ايه؟ روت ترانك. وبعد كده انا عايز اطلع كام روت؟ اثنين. رحت مطلع تو ترانك لايك بروجيكشن طولوا لحد ما لحموا في بعض وعمل لي تو ابيثيليال دايفراجم داير ما يدور. كل واحده كملت، كل واحده كملت ايه؟ طب الكلام ده لو تو روت، امال لو ثلاثه روت ايه المنظر؟ ثلاثه روت يعني اثنين ابر 6 و 7 و 8 دول الثلاثه. ايوه ابر 6 اهو اللي بط ميسي وبكل ميسي ولينجوال وعليه تيوبرز وكراميل اللي السنه الكبيره دي عارفها. وادي الجزء الانديفايدد اللي اسمه روت تانك. واديني باصص من تحت الاقي ابيثيليال دايفراجم ماله داير ما يدور. انا عايز كام روت؟ يبقى طلع كام تانج لايك بروجيكشن؟ ثلاثه. ادي اهو واحد اثنين ثلاثة. يكبر لحد ما يلحمه. 3 دايمنشن للروت فورميشن. ادي المنظر بتاعي لو تو روت الابيثيليال دايفراجم داير ما يدور يطلع تو تانج لايك بروجيكشن يلحموا في بعض. يبقى انا عندي كام ابيثيليال دايفراجم؟ اثنين. طب ولو ثلاثة؟ يبقى ثلاثة تانج لايك بروجيكشن. ثلاثة تانج لايك ايه؟ حد عنده اطراف؟ كلينيكال كونسيدريشن. براحتك؟ ولا لا؟ كلينيكال كونسيدريشن اوف روت يا ولاد الشباب. وتاني بالظبط 10 دقايق وربع و17 دقيقة على الشكل. كلينيكال كونسيدريشن اوف روت فورميشن. للي زعلان قوي يشتي ويقوم وهو شاهد. يلا يا حلوين يا شطار. هو الروت اتكون ازاي؟ الروت اتكون ازاي؟ افكرك. ابيثيليال روت جيز اوف هيركوي عمل اندكشن ليدونتو بلاست عملت دنتين اتقطع ودخلت السيمنتو بلاست عملت سيمنتا. حد عنده
مقوله بتقول لك ان اي مشكله في السنه سببها الابيثيليوم، اي مشكله في القاوم سببها ديوز لامين الابيثيليوم، واي مشكله في الروت سببها الابيثيليوم روت شيف اوف الابيثيليوم روت شيف اوف ايه. اول مشكله، اول مصيبه، اول حاجه غريبه بلاقيها في الروت بيحصل الابيثيليوم روت شيف اوف بيتكون من ايه نروين؟ اوتر. حد عنده اكرام؟ عمل اندكشن لخليه اسمها اودونتو عملت. حد عنده اكرام لحد دلوقتي؟ يلا يا كابتن اتقطع. يا عم الله يديك. مش هتقطع. ابيثيليال روت شيت اوف هيرتويك دو نوت دي جنريت، مش راضي يتقطع. هتخش الدنتا خاب هتعمل سمنتم؟ ايه يا عم الموضوع؟ قال لي هيطلع لي من الاخر سنه، وبدل ما تتغطى بسمنتم هيبقى حته الدنتين عريان اللي سميته بير دنتين، اللي سميته ايه؟ بير دنتين. ده مش بس كده، ده شويه خلايا الابيثيليوم دول كانوا مخزنين الكلاين في الفاتيز انزايم وشوية كالسيوم وشوية نيوتريشن، يبقى لما يتكون دنتين تحطوا قصادهم ايه؟ انامل. يا نهار اسود، حتة انامل على الروت سميها جوهرة الانامل او انامل فيرز. انامل ايه؟ يبقى اول كريتيكال كونسيدريشن اوف روت فورميشن ابيثيليال روت شيف اوف هيرتويك دو نوت ديجنريت. هتسيب لي دنتين عريان سميته بير دنتين، او هتكون حته انامل سميتها انامل. انامل ادي اول تغيير. تاني تغيير، تاني مصيبه. دكتور هو ات دازنت ديجنريت من الروت كله؟ لا، من الحته دي بس، من الحته دي بس بقيت الروت تشتغل عادي. هي لما الروت ديجنريت من الروت كله مش هيبقى في دوت الليجمنت سنه تقع. تاني شكل، تاني مصيبه. ابيثيليال روت شيز اوف هيرتويك، عارف؟ اتكونت ان الاوتر، عارف؟ عمل اندكشن لخلايا اسمها ايه؟ ماشي، اتكونت بنتين. والحته دي قبل ما تعمل ديفرنشيشن تحت الاصابع. ايه يا عم اللي حصل؟ ايه يا عم اللي حصل؟ قال لك الابيثيليال روت شيت اوف هيرتويك اتقطعت بيفور اودونتوبلاستيك ديفرنشيشن. بيفور ايه؟ اودونتوبلاستيك ديفرنشيشن. هيتكون دنتين؟ يبقى نو دنتين. هيتكون سمنتم؟ نو سمنتم. كأن الحته دي بقت فاضيه لا فيها دنتين ولا ايه يا عم في الاخر؟ قال لك شايف السنه؟ السنه اهي وادي البلب جواها اهو. هو البلب متوصل بالبريزونتا اللي جاب انت في فورم؟ لا، في فورم اللي اسمه ايبيكال ايه؟ فورمي. لما لا دنتين ولا سيمنتم يتكون مش يعمل لي قناه جانبيه؟ قناه جانبيه سميها اكسسوري روت كنال. اكسسوري روت ايه؟ اكسسوري روت كنال. يبقى تاني كلينيكال كونسيدريشن ان الابيثيليال روت شيخ فيرتويك ديجنريت بيفور اودونتوكلاستيك ديفرنشيشن. نو دنتين، نو سيمنتم. عملت لي اكسسوري روت سببين كمان الاكسسوري روت كنال، هقولهم بسرعه عشان كومبليت. وانا بعمل روت الاقي بلاد بيدل كبير واقع في الحته دي. يا عم الله يديك اتحرك. لا يا عم الله يديك عايز اعمل الروت. لا خلاص هعمل الروت حواليه، بس مش هو كمان يعمل لي فتحه؟ يبقى تاني سبب للاكسس الروت كان ايه؟ لارج بلاد فيزل انترابتنج الكورس اوف ايه؟ اوف روت فورميشن. تالت سبب، فاكرين التايتل
بروجكشن اللي طلعت من هنا ومن هنا ومن هنا ما لحموش في بعض كويس، سابولي حته فاضيه في النص، عملت لي اكسسوري روت كمان. يبقى تالت سبب اسمه ايه؟ incomplete union between trunk lines. تعمل لي اكسسوري روت كمان بس فين في المره دي؟ في البايفوركيشن او التراي ايه؟ في البايفوركيشن. ثالث كلينيكال كونفدريشن. هبل 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 صحيح يعني. ابتدي روت شيلته فات وجعني. اتكونت عالي. عملت اندكشن لخليه اسمها ودونتو خلاص بيس يا عم وراحت متقطعه. الله يحرقك. مش تستنى لما احط دنتين؟ لا. تيجي الخليه اللي اسمها سمنتو خلاص عايزه دنتين مفيش. عايزين ناكل عيش. قال لك خلاص تعالى انا وانت نعمل تيشو خلطبيطه اسمه انترميديت سيمنتم. لا هو دنتين ولا هو منه الدنتين يكمل دنتين والسيمنتم يكون. نقولها تاني. البيتيليا روت شيلتو فاتوي جرالها ايه؟ حصل لها دي جينيريشن افتر ديفرنشيشن اوف دونتو بلس بات بيفور دنتين فورميشن. الخلايا بتتلخبط تعمل تيشو اسمه انترميديت ايه؟ سيمنتم. لا هو دنتين ولا هو منه الدنتين يكمل عادي ومنه السيمنتم يكمل ايه؟ عادي. هذا ما